كيف كيف قال انه خذيت الاموال نتاع الفلوس من فيفا. بربي بربي فرصه ذي خلينا نرجعوا لها. سيفري لو كلوب افريكان خذيت 242 الف دولار من عند شركة التأمين اللي تأمن اللاعبين الدوليين واللي هي عندها عقد مع الفيفا. باش نبداو واضحين، الشركة ذي صبت الأموال ذوما في الحسابات متاع النادي الإفريقي. نزيدو نرجعو نقدمو القدام. التعويض راو ما يتمش للاعب، التعويض راو يتم للفريق اللي تحرم من اللاعب هذاك وقعد مجبر باش يخلصو ألوركو هو ما يكورش. معناها مش صحيح انه استناني باش نوصلك ماشي واحدة 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 تنجاوبك على تساؤلاتك الكل. اوندما تضربها مع النادي الافريقي، رفض باش يداوي في تونس، قصد ربي للمغرب وقعد يداوي في المغرب. هي نعرفوا انه ليغا موكروزي المعادله نتاعها نورمالمون ماهيش باش تفوت 6 اشهر، 8 اشهر كان طالت في العمر نتاعو. هو السيد قعد مختفي من تونس ما نعرفوش عليه، قاعد يعمل في الريدوكاسيون ولا لا؟ ثم مراسلات، ثم مكاتبات بيننا وبينه، من بعد رجع لتونس بدينا نخلصوا فيه وتفهمنا معاه على أساس، تفهمنا مع اللاعب الهيئة المديرة النادي الفريقي على أساس أنه باش يفسخ العقد متاعه في مقابل 500,000 أورو، في مقابل 500,000 دولار. دوب ما تجي الفلوس متاع الفيفا باش نكملوا له، معناه تولي عنده 500,000 دولار ويفسخ الكونترا متاعه ويمشي على روحه. هذه كانت المفاهمة. انترتون قاعد ياخذ في ديزاكونت وقت اللي قربت قبل ما تجي. سامحني، 500,000 أورو نتاعو مستحقاته اللي جاو من الفيفا؟ لا 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 لا، 500,000 أورو هي عنده مستحقات سابقه، هو عامه ب 500,000 أورو واضح، وهو مصح على عامين وعام اوبسيون. باهي تقعد مريح. باهي دونك نتعدي سي اون دمام. بعد فاجأنا انه مقدم شكاية للفيفا، تنزل عليه بعد عاود شكاية للفيفا ورفض الاتفاقية ب 500,000 أورو وطلب مبلغ معناها فلوسه كاملة. إيه جوزتي ما فهمتنيش الحكاية، اسكو الفلوس اللي تجي من الفيفا تمشي للنادي ولا للملاعب؟ لا 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 تمشي للنادي، تمشي للنادي، مش ما هو تعويض للنادي، تعويض للنادي. علاش قال الجمعية؟ الجمعية اقصد لي نحكي لك قانون فيفا تو زي حد ما ينجم يناقش فيه. الجمعية مطالبة أنها تواصل خلاص اللعب كل شهر وشهره، دونك هو عنده دي روتار دو بايمون كيف وكيف الجوارات الأخرين في الوضع هذاك. فهمتني؟ واضح. علاش العملية تعطلت؟ خاطر السيد وقت اللي وصل عندما وقت اللي معناه قبل بجمعة ولا جمعتين من اللي تخلت الفلوس للنادي الإفريقي، هو سيد تراجع في الاتفاقية، ما عادش حاشو 500 ولا حاشته بقية فلوس في كونترا الكل. بنعرفش أسباب نجعلوها، لكن طالب بفلوسه الكل وفجأة غادر محل السكنة متاعه بدون إعلام، وذي كان محل معاينات والكل، وسافر على روحه المغرب وسمعنا به يترانا في جمعية مغربية. دونك لاعب خرج وشكي وانت في وضعية مالية تعبة، اسكو كي كلوب دخلوا الكونت بتاعك 242,000 دولار باش تخلصوا، والا استنفعت بهم كجمعيه ومشاو الامور اخرى في الجمعيه مش خارج الجمعيه، من غير ما نحاولوا الانظار. مشاو في رحله نتاع اسماعيل مصر كان... ولا لا 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 ما عندها حتى علاقه برحله الاسماعيل مصر، حتى علاقه باهي، وما تكلفش السومه ذاك رحله الاسماعيل مصر، ما تكلفش من بينهم ما تكلفش حتى الانتير نتاعها. باهي باش نبداو. دونك وبعد تواصل القضية وعندما يظهر لي تحكم له 256,000، وكي نجي ونعود ونحسبوها تو يظهر لي 242,000 دولار في الوقت ذاك أغلب ياسر من 242,000 دولار تو. باهي واضح.